تحية طيبة متابعينا الكرام، قبل ما نبدأ أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد. تحية طيبة متابعينا الكرام، ننشر لكم وجبة جديدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية المقبول اعتراضاتهم، حيث تشمل هذه الوجبة محافظات مختلفة، ويمكنكم الاطلاع ومشاهدة الأسماء من خلال الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو في قسم التعليقات، وأيضا الرابط موجود في صندوق الوصف، ومن يجد اسمه يراجع دائرة الرعاية الاجتماعية الموجودة في محافظته حتى يكمل كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار الكي كارد مع جلب كافة المستمسكات الأصولية وجناس العائلة. طبعا توجد وجبات أخرى سيتم الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للاعتراضات بعد اكتمالها إن شاء الله، يعني اللي ما طالع اسمه ضمن هذه الوجبة ينتظر الوجبات الأخرى، لأن مثل ما وضحنا سابقا وزارة العمل حصلت على تخصيصات جديدة وهي جادة بإنهاء ملف الاعتراضات في الفترة القادمة. أخوان مثل ما وضحنا الرابط موجود بأول تعليق وأيضا موجود في صندوق الوصف، يمكنكم الدخول على الرابط ومشاهدة الأسماء. أخواني بالنهاية أتمنى استفادتم من الشرح اليوم، لا تنسون الاشتراك بالقناة وعمل لايك للفيديو. في أمان الله.